كنزة مرسلي، نورتينا عبر قناة أهل الدار. أهلين، خبرينا نورتونا. اليوم هيك أكثر عن تواجدك بالإمارات. والله يعني أنا الإمارات أصبحت بلدي الثاني، لأنه شرفتني بأنه أعطتني الإقامة الذهبية، فهذا الشيء طبعا يفرحني ويشرفني. إحنا ما بعرف هيك حاسين إنه في هذه الزيارة هيك في عمل تعاون جديد عم تحضريه أو شيء؟ إن شاء الله إن شاء الله. حابة تتعاوني هيك مع حدا من الملحنين هون بالإمارات أو؟ طبعا أكيد هذا الشيء يضيف لي ويضيف لمسيرتي الفنية أكيد، فأنا دايما حب نغني لكل كل بلد عربي بلهجته، وحتى يعني أوقات الناس الجمهور هو بيطلب مني، يعني أنا الحمد لله يعني عندي ممكن نقول جمهور من مختلف البلدان العربية اللي كل واحد يحب تغني له بلهجته، فأنا نسعى لهذا الشيء. مين الملحنين اللي حابة تتعاوني معهم هون بالإمارات؟ ولا هون بالإمارات في كتير في كتير، بس طبعا الغني عن التعريف يعني فايز السعيد ما شاء الله، يعني مسيرته الوحدة هي اللي تحكي عنه مش أنا، فشرف لي طبعا. سبق تواصلتي انت وياه او حقمت يعني؟ تواصلت معه فترة السنة اللي فاتت وكنت أنا بالإمارات وهو ما كانش موجود، فإن شاء الله يكون كاين تواصل ولقاء في المستقبل إن شاء الله. إن شاء الله. كينزا، أنت بتمثلي وبتغني، مهنتين قريبين لبعض لكن كل واحدة إلى طريق وكل واحدة إلى صعوبة مختلفة عن الثانية، كيف عم تقدري توفقي بيناتهم؟ والله التوفيق صح هو مش سهل، هو دايما تلقى جانب يطغى شوية على جانب، يعني إذا ركزت شوية في الغناء راح تترك شوية التمثيل، ركزت في التمثيل راح تنسى شوية الغناء، لكن أنا نحاول أني نعمل التوازن. هي صعبة، صعبة كثير على الفنان انه يساويها يعني. لا صعبة، وكمان لأنه أنا حاليا. أنت مو حابة تتركي التنتين، أنت حابة تضلي بالتمثيل وفي الغناء. لا لا معاهم معاهم الاثنين ممكن نزيد. كمان شوف نزيد. لا شوف، أنا بحكم دراستي أنا درس إعلام، يعني أنا زميلة صح؟ وكمان في الفوازير اللي قدمتها في رمضان اللي فات كان يعني مثلت وغنيت وقدمت، كان عندي مباشر كل يوم، فأجمعت كل الأشياء اللي تعلمتها في حياتي في شيء واحد. في شيء أقرب لقلبك أكثر بتحسي إنه كينزا هي تظهر فيه بشكل أفضل كتمثيل أو كغناء؟ ما هلا انت عم تأدي الاثنين، لكن الا ما يكون في شيء هيك محبب شيء لك اكثر. والله ما نقدرش نختار الاثنين، الاثنين عزيز على قلبي. هو اكيد الغناء هو اللي بديت به، هو اللي كان يعني موهبتي اللي اكتشفتها من وانا صغيره، لكن التمثيل كان يعني كان على نض شويه، كان شويه كنت شويه كبيره، يعني كان ما كانش حلم الطفوله مثل الغناء، لكن لما دخلت فيه حبيته يعني ما نقدرش نفارقه دوك خلاص. جمهورك انت بتتابعيه على السوشيال ميديا وين بيلاقوكي هنن؟ وين بتحسي انه كل واحد كيفاش؟ كل واحد ورايه، كاين اللي يشوفك في الغناء، كاين اللي يشوفك في التمثيل، كل واحد واذواق، يعني الناس اذواق، مستحيل يعني الناس كلهم يتفقوا على ذوق واحد منه. اكيد اكيد. يعني كيف تتقبليه؟ يعني اذا جاكي نقد كيف ممكن تتقبليه؟ مش لازم اتقبله يعني على فكره. في اشخاص ايه مش لازم اتقبل كل شيء، يعني في اشخاص ممكن ما تعبر انه خلاص عادي شيء اجا وكل واحد حر برايه. هي اكيد كل واحد حر برايه، لكن انا مش مجبره اني اتقبل كل الاراء، يعني اني احترم كل الاراء. لا، في اراء تحترم وفي اراء لا تحترم، يعني في اراء من يعني تحسها يتكلموا لا يطلعوا سلبيات فقط، فاهم؟ يعني مثلا يكون في شيء فيه مليون ايجابيه وهو يروح عند السلبيه اللي مخبيه ويجبدها، فهذا انسان تحسه انسان سلبي، يعني ما تاخذش يعني ما تخليش ياثر عليك. اوكي، ممكن تاخذها بعين الاعتبار، ممكن تقول ممكن معها حق بصح، لكن انا دائما نحب نشوف الايجابيات اكثر، نحب نشوف الناس اللي تعطيني ايجابيات اكثر، لانه يعني انت عارف السوشيال ميديا فيها اشكال وانواع. صحيح. من الناس، فالحمد لله يعني انا مؤخرا الاعمال اللي قدمتها خصوصا الفوازير اللي دائما نرجع نحكي عليها لحد الان، والله يعني مش ان واحد يخبي او يبالغ، لكن ولا تعليق سلبي، ولا تعليق سلبي، وهذا الشيء فرحني بزاف. الله يبارك لك اكيد بنجاح هذا البرنامج والفوازير. بس بدي اعرف، هي انت قدمتي فيه غناء، تمثيل، شخصيات، كاركترات لاكثر من دوله ولاكثر من شخصيه، شو خلق جواتك؟ شو طلع من جواتك هذا البرنامج؟ طلع كلش. طلع كل اللي كان مخبي طلعه. والله يعني كانت تجربة رائعة، رائعة جدا، وحتى الناس أغلبيتهم
شوية صار عندهم تفاجؤوا بالموضوع، لأنه هو مثل ما أنا تفاجأت في نفسي هم تفاجؤوا معايا، كانوا يقولوا لي يعني ما توقعناش تقدري تتقني كل هذه الأنواع الغنائية وكل هذه الستايلات، وحتى يعني بالشكل تتغيري من منطقة لمنطقة من بلد لبلد، يعني تحسي أنه راحت وحدة جت وحدة تانية مش نفس الشخص، وهذا شيء طبعا يفرحني بالبزاف. حتى أنت شخصية أنت رجل يعني ايه قدرت يعني راجل ودرت يعني كلش ايه خلاص قلت لك قدرت كلش ايه يعني من الاشياء الصعبه اللي انا ممكن ما كانش عندي شويه تقبل في الاول، قلت لا يعني ما نقدرش ندي دور راجل وبهذيك الطريقه الرجوليه، وحنا عندنا يعني في الجزائر كاين يعني واحد النوعيه اللي لبسوا التشونغاي وتحسهم كثير مستجرين فاهم، فانا ما عنديش ما سكت. كيف قديش اخذت معك تحضير هاي الشخصيه؟ ولا يعني ممكن 10 دقائق قبل التصوير. ايه يعني انا سريعه بتحضير الشخصيه، سريعه سريعه جدا. كينزا اليوم اللون الغنائي الجزائري ما له كثير منتشر، شو السبب؟ مثل اللون المصري اللون الغنائي الجزائري مش منتشر يعني، هو الاول هو اول نوع غناء انتشر في العالم اكيد. هو ما بدنا نحكي على التواريخ مثل احنا ورده جزائريه، لا 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 مش ورده يعني، ورده غنت مصري على فكره. نحكي احنا اليوم اذا على الشيء الجديد مثلا، خلينا نقول اللون اللهجه الجديده اللي عم تطلع بالساحه ما لها منتشره مثل خلينا نقول العراقيه او المصريه او اللبنانيه. قصدك على يعني مؤخرا بالحديث يعني لا بالعكس، انا نشوف انه في كاين مغنيين عندنا واصلين بون، يعني ما نحكيش على سول كينغ مثلا اللي هو اصلا نص غني ممكن يخلط الفرنسي بالجزائري، لكن هو في الاخير جزائري وغناه فيه الجزائري. كاين محميلانو اللي غنى ما شافوهاش هادي ما شا يعني اغنيه تخطت كل الحدود. لا في اغاني واصله للعالم العربي وحتى للعالم الاخر يعني العالم الاجنبي، لكن ممكن مش كلهم طبعا، مش كل واحد بيغني ممكن ينتشر برا، لكن لا كاين اغاني في العصر اللي رانا فيه منتشره خارج الجزائر. كنزة قدمتي اخر شيء اغنيه بلهجه خليجيه، حابين نعرف هيك الاصداء تبعها كيف كانت؟ والله الحمد لله يعني الناس حبوها الاغنيه، واصلا هي كانت شويه مختلفه يعني خليجي لكن طابع شويه عصري وجديد. وبالنسبه لي انا يعني من وقت طويل يعني من ايام ستار اكاديمي كانوا الناس يطلبوا مني اني نغني خليجي باللهجه الخليجيه، ولما غنيت يعني لقيت الرد الايجابي من الخليج يعني من الناس اللي عايشين في منطقة الخليج، واللي أكثرهم مثلا عندي فانز كتير بالمملكة العربية السعودية اللي طبعا نوجه لهم تحية، ودايما يطلبوا مني أني نغني باللهجة السعودية، وإن شاء الله راح يكون هيك. عندك تحضير أغنية سعودية إن شاء الله يا رب إن شاء الله. خبرينا شوي عنا، شو حب خبرك وشو نقول لك مع مين عم تعاوني معها؟ هل تحضرت هلا؟ لا هي مازال هي في طريق التحضير يعني مازال ما اكتملتش كليا لحتى نصرح على القائمين عليها، لكن ان شاء الله اول ما طب شو اللون اللي بتحبي تقدميه وما قدمتيه لسه؟ لا الا ما يكون هيك حابه تقدميه بس ممكن متخوفه من اللهجه تبعه ممكن المصريه. لا ما نخاف من اللهجه ابدا، انا غنيت مصري 4 مرات يعني انا غنيت 4 اغاني مصريه، بالعكس المصري اول اغنيه عملتها هي كانت بالمصري ايه، فلا يعني اكثر لهجه غنيت بها غير اللهجه الجزائريه المصريه، وبعد مثلا ما غنيتش لبناني ممكن مثلا ما غنيتش عراقي، لكن غنيتهم كلهم في الفوازير كلهم فال يعني حاليا ما عنديش تخوف من اللهجة يعني. أنا قبل ما كانش عندي تخوف ولا مرة كان عندي تخوف، لكن يعني الآن صار عندي ثقة أكتر أني ممكن نقدر نتقن كل اللهجات ونغنيها بكل سهولة وبكل سلاسة الحمد لله يعني. بعد ما لمين تسمعي أكثر شيء هيك بالمصر؟ المصر لا في كتير في كتير، لأنه في كل الناس بتغني مصري في المصريين وغير المصريين يعني بسمع مصري كتير يعني. مين في أشخاص معينين هيك تسمعي لهم بالعادة؟ معينين ما أعرف، في شيرين، في أصالة، في أنغام، في إليسا، نانسي عجرم، يعني كلهم يغنوا مصري يعني حتى مش مصريين بس نسمع لهم. مين في الرجال؟ كاين تامر حسني، كاين حمائي، كاين بهاء سلطان، أسامي كتير مش حابة ننسى. بدي أعرف مدى الصدق حاليا وجود مسلسل بيحكي عن تاريخ السيدة وردة الجزائرية وحتكوني أنت البطلة فيه؟
والله شوف هذا الموضوع من 2015 أخت ما طلعت من ستار أكاديمي ونسمع هذه الإشاعة كل مرة تنام شوية وتعاود تصحى هذه الإشاعة، لكن ولا مرة كان شيء رسمي من جهة معينة رسمية، لأنه أعتقد أصلاً احتمال يكون في سيرة ذاتية للفنانة الوردة مش وارد أعتقد. أنا لأنه حالياً هذا على السوشيال ميديا. لا أعتقد مش وارد لأنه يعني على وسائل أعتقد يعني أنا ما عنديش المعلومة الكاملة أو الدقيقة، لكن جاب لي ربي ابنها رياض رافض إنه يكون في قصة يعني سيرة ذاتية للفنانة وردة، والله أعلم يعني ما عنديش فكرة. بس هلا هي مش موجودة، لكن اليوم عم تشوفي مثلاً كإعلام عم ينحكى بأخبار بإنه أنت مرشحينك لهذا الدور. كيف هيك شعورك؟ ما بعرف، هو صعب. لا صعب هيك شخصيه صعب يعني شوف التمثيل انا نحب التمثيل، لكن تجسيد سيره ذاتيه لفنان كبير وقامه كبيره يعني في الفن وفي الطرب وفي العالم العربي وفي العالم عموما مسؤوليه كبيره، مش حاجه سهله يعني اللي هو الواحد ممكن يجاوب بسهوله على سؤال مثل هذا والله اوكي ممكن اعمل. لا مش السؤال اللي يترد عليه بسهولة. هذا هي ممكن تستغرق شخصيات أيام بالتحضير وبهال. لا ما شوف ممكن تأدي شخصية، لكن إنك تأدي شخصية معروفة والناس حفظتها وعندها قامة كبيرة. لا صعبة يعني إذا يتنجح يتفشل ما كاش الوسط، فهم؟ فموضوع فيه ريسك كبير. أنت بتحبي تقدمي الشخصيات التاريخية. صح. صح. نحب المسلسلات التاريخية، حتى لو مش مسلسلات تاريخية، لكن نحب نقدم مثلا قصص أو حكايات من زمن قديم، يعني اللبس الأجواء كلها من فترة أو من حقبة زمنية غير الحقبة اللي احنا فيها، يعني نحب نعيش في زمن غير الزمن اللي نعيشين فيه، فهذا الشيء اللي نحققه ممكن بالتمثيل. واللهجة الفصحى كيف؟ اللهجة الفصحى يعني صعبة بالتاريخ. شوف هي صعبة طبعا هي صعبة أكيد، لكن الواحد لما يتدرب خلاص يعني مش في الأخير احنا عرب ودرسنا اللغة العربية ونعرف ننطق الحروف، هذا هو الصح يا جماعة. كنزة مغامرة بكل شيء، يعني كان غناء أي شيء هي ما عندها مشكلة. أنا في أي شيء داخلة في أي مغامرة جديدة. بدنا شو توعد جمهورك؟ والله إن شاء الله نوعدهم دايماً بالأحسن وبالأشياء الجديدة والمختلفة اللي دايماً أنا نسعى أن نقدمها لهم، وإن شاء الله يا رب دايماً نكونوا عند حسن ظنهم.